طب هل احنا الاخبار الحلوه بتتوقف هنا؟ لا، فعلا معانا اخبار تانية حلوه جدا عن فريق جمباز الاهلي تحت 12 سنه اللي توج ب 26 ميداليه متنوعه، ده ضمن منافسات بطوله الجمهوريه اللي كنا طبعا متابعينها مع حضراتكم. النتائج جت، ابرز بقى لعيبات الاهلي كده، جانا سامح حصلت على 6 ميداليات وخمس ميداليات ذهبيه وفضيه. وعايز اقول لحضراتكم برضو حققت اللاعب رزان عصام فؤاد 5 ميداليات واثنين ذهبيتين فضيتين وبرونزيه واحده، وحصدت اللاعبه كارما وائل مجدي 5 ميداليات ذهبيتين وثلاث برونزيات، وحققت اللاعبه ايضا فريده محمد مصطفى 3 ميداليات، وفازت اللاعبه رهف وائل عبد الله بميداليتين برضو، وحصدت اللاعبه جودي محمود سامح ببرونزيتين، واللاعبه جودي ايمن محمد الميداليه البرونزيه برضو يعني، وفازت ايضا اللاعبه هدى محمد حسين بالميداليه البرونزيه. ولسه اسماء كتيره جدا عايز اقول لحضراتكم، يعني حاجه محترمه فعلا. فريق ناشئات جمباز الاهلي احنا تابعناه هنا من زمان وكنا بنتكلم، وقبل كده كان معانا على الهاتف برضو يعني بعض اللاعبات، وكنا بنتكلم في مشوارهم وازاي انت بتتكلم ان انت بتعد النشئ بهذا الشكل المحترف علشان بعد كده يطلعوا ويبقى فيرست تيم، ويبقى عندك برضو فيرست تيم يا كريم يعني زي ما بيتقال كده بمستوى دولي مش بمستوى بس محلي، حاجه كانت محترمه جدا.